مسكين سيدي الحاج، معروف لأنه أنت إنسان تاجر، إنسان رياضي، ولكن في وجده ما كناش نعرفوا باللي الحاج شاعر، حتى تفاجأنا بأول ديوان كيصدر. أنا الشعر كنت كنكتب فيه تقريبا ما يفوق 15 سنة، وكنت كل يعني ملي كيجي فصل الربيع كيكون عندي واحد الرغبة باش كنكتب الشعر، وكنت كل فصل الربيع كنكتب قصيدة أو اثنين، وحتى جمعت القصائد يعني كلهم ودرت ديوان وكان ماسك الموسيقى. كان ماسك الموسيقى، كان ماسك الموسيقى. واش نعزف الموسيقى؟ كان نعزف على البيانو، كان نعزف على الكرا. هذه حاجة جديدة. ما الإنسان كل واحد هو عندي عندي الرياضة والموسيقى والشعر يعني عندي في الكلية. كيفاش جات؟ التجارة كان أجمع بطبيعة الحال. من كل فن يطرأ. من كل فن يطرأ. وهذا أنا اللي لاحظت في الأولية مازال ما تعمقت فيه، يعني الديوان هو ديوان خاص بالعائلة. يعني كيفاش جاتك هذه الفكره؟ الاغلبيه نتاع القصائد كانت الابناء، هي فيها حكم، فيها واحد بنادم يستصيغ فيها واحد النوع نتاع الحكمه الابويه او الحكمه نتاع الوالدين او التربيه نتاع الابناء. وهذيك خاصه الوحده اللي درت فيها العائليه، وحده اخرى درتها للبنت. اما هذيك ديال يا ولدي درتها على الجميع. نعم هذيك هي التربويه. درتها التربويه، درتها على الجميع، درتها الدراجه. انت الترجمه ما كاينه في الديوان؟ كاينه في الديوان، كاينه في القصيده اسمها خاطفه الانظار، هذيك الدراجه. ممكن تقول لنا شي مقطع منها ولا؟